بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع درس الكسور العشرية والكسور الاعتيادية والأعداد الكسرية. يعني إيه كسور عشرية؟ زي كده، ده اسمه كسر عشر، 5 من 10. ده اسمه كسر اعتيادي، ده اسمه عدد كسري، عدد وقدامه ايه؟ كسر. خلاص، عدد وقدامه كسر. طيب نروح بقى ونشوف الموجود، يلا نحل على طول علشان ما نضيعش وقت. هنا بيقول لي قارن بين مستعملا اكبر من او اصغر من او يساوي. هنا كسر عشري وكسر اعتيادي. 25% لو احنا حبينا نعمل الربع ده، يعني الربع بيساوي كام؟ قلنا في قاعدة لازم نعرف ان الربع ب 25. الربع ده هو ب 25، الربع ده هو يساوي 25، والنص ب 50. يعني اذا بقت 1 وربع قصاد 1 وربع، يعني هنا حط علامة ايه؟ يساوي. تمام. طيب هنا 2 من 10، والتانية دي 2 من 10 برضو يساوي. 2 من 10 بتساوي 2 من 10. تمام. طب دي 3 من 100، والتانية 3 من 10. دي 3 من 100 ودي 3 من 10، يبقى مين الأكبر؟ الأكبر 3 من 10، لأن لو حبينا نحول التلاتة من عشرة عشان نخليها من 100 هتبقى 30، هتبقى 30، يعني احط هنا صفر. خلاص، كأنك انت تحط هنا صفر، بس احنا ما لناش نحط، احنا فاهمين 3 من 10 يعني 30 من 100، لكن دي 3 من 100 يبقى 3 من 10. استعمل خط الاعداد للترتيب من الاكبر الى الاصغر. اول حاجة لازم اخليهم كلهم زي بعض بطريقة واحدة. تمام. يبقى دي اخلي دي 6 و25 من 100، 6 اخلي دي ايه؟ 25 من 100. خمسة وعشرين، واحط لها الفاصلة بعد شوية عشان ايه ما اقعدش اروح وايد. طيب ودي 6 و21 من 100 كده، واحط قدام الخمسة دي صفر عشان ما ينفعش اقارن بين رقم ورقمين، لازم يكونوا رقمين. اروح بقى احط العلامة عشان ما ننساش، يبقى دي 6 و25 ودي 6 و21 كده. اول شيء لازم نعرف هنا في رقمين اهم، يبقى لازم برضو هنا يكون رقمين، ولازم هنا يكون رقمين، ولازم هنا يكون رقمين. ما ينفعش اقارن بين رقم ورقمين. ما فيش رقم احط صفر، لو ما عنديش رقم احط ايه؟ صفر. خلاص، علشان نبقى الامور واضحه. طيب انا الوقت عندي 6، مش كله 6، بس عندي في 6 و34، 6 و25، 6 و21، 6 و50. رقم واحد 56، اهي اللي بعد منها 34، اهي اللي بعد منها 25، اهي واللي بعد منها 21. خلي بالك هو بيقول لي عاوزهم من الاكبر، كده مظبوط، من الاكبر للاصغر، مظبوط كده. يبقى احنا كده رتبناهم من الكبير للصغير، الكبير 50، 34، 25، 21. نروح للي بعده، 5 من 10، 5 من 10. طيب الخمسة من عشرة دي 1 من 5، لازم اخلي الخمسة دي تصير 10، يعني اضربها في كام؟ هنضربها في 2، ونضرب برضو اللي فوق ده في 2 علشان تبقى من ايه؟ من 10. يعني انا الوقت عندي اقول له 6 و2 من 10 كده، 6 وامشي شوية واعمل 2، احط لها العلامة بعد شوية زي ما عملنا من شوية. وهنا
48، وبعدين هنا 4 من 10، 6 و4 من 10. طيب يلا بقى كده نروح نرتب ونحط هنا العلامة وهنا العلامة والعلامة. طيب انا لا، لو بصينا كده دي 48 كم رقم؟ رقمين، والباقي كله ارقام، يبقى لازم احط هنا صفر وهنا صفر وهنا صفر عشان يبقى كله متساوي، يعني لازم يكون كله من 100. نشوف مين بقى اكبر حاجة. عندي 46 رقم واحد اهي، وبعدين 46 ده اهي رقم اتنين اهي، وعندي 26 ده رقم ثلاثة، واخر حاجة 6 و10 هتبقى رقم أربعة. يبقى احنا كده رتبناهم من الأصغر، من الأكبر للأصغر. يبقى لازم أخلي كله بالطريقة العشرية، ما ينفعش كسر ومش كسر، لازم أخلي أول حاجة قبل العلامة يكون في رقمين، يبقى كله رقمين، في رقم يبقى رقم. هل الجملة 5 و5 من 10 بتساوي 5 و63 و3 و6 من 10 بتساوي 4 و4 صحيحة؟ تعال نشوف الكلام ده صح ولا غلط. أول حاجة نمسح ده كده عشان نظبط الشغل ونشوف الكلام دوتي بيقول ليه. بيقول لي هل الجملة 5 و5 من 10 بتساوي 5 و3 و6 من 10؟ تعال نشوف كده. 5 و5 من 10 و5 و3 من 10، تعال نقسم 3 على 3 وعلى 2، يعني هتبقى ونص، يعني هتبقى 5 النص، يعني 5 من 10. قسمت 3 على 3 هتديك 1، و6 على 3 هتديك 2، يعني 5 ونص، يعني 5 و5 من 10. طيب دي بتساوي دي، مظبوط. تعال بقى، هو عاوزك بيقول لك ان 5 و5 من 10 بتساوي، ها بتساوي 44 على 8. تعالى كده نشوف، لو احنا قلنا 6 في 5 ب 30، و5 و3 يبقوا 33. حبينا بقى نرجع تاني ونعملها بكسر غير فعلي. طيب 5 و5 على 10 اهي، عندك الثانية 5 و3 على 6. خلينا نجرب عشان أنا أوريكم كانت تساويها ولا لأ. 6 في 5 ب 30، بعمل كده أضرب 6 في 5 ب 30، و3 بقى 33 أهي على 6. واللي بعدها 10 في 5 ب 50، و5 يبقى 55 على 6. طب مع كده 3 و5 8، و3 و5 8، بقت 88 على 6. هل بتساوي دي؟ اقول له لا. اقول له ايه؟ لا، لان طلع 88 على 6 بعد ما عملناهم في ايه؟ في بعض. او لو جمعنا الاولانيه بس 6 في 5 ب 30 هتطلع 33 على 6، يعني سواء ال 33 على 6 او 88 على 6 في كلا الحالتين لا تساويها، لا تساويها. نروح للي بعده، اكبر منه واصغر منه. طيب اول حاجة ده بيقول لي دي 9 من 10، يعني كده 9، حط الفصل 6 و9 من 10، ودي 7، احط العلامة كده. ما ينفعش اقارن بين عددين كده، هنا 9 علامة وبعدها 9، يبقى هنا علامة وبعدها صفر. خلاص، مين بقى الأكبر؟ 6 و9 ولا 7؟ طبعا السبعة هي الأكبر، فهمنا؟ طيب نروح للي تحت، 5 من 10. 2 من 5 يعني لازم اخليهم كام؟ 10، علشان يصيروا 10 هضربها في 2، يبقى التانية دي هتصير 4، هتبقى 4 من 10.
أربعة من إيه؟ من 10. طب اتنين التانية الأكبر، دي أربعة ودي إيه؟ ودي 5. تعال نشوف اللي بعده، دي 3 من 100 ودي 3 من 100، دي تساوي 16 و4. يعني ايه 16 على 4؟ لازم اقسم ال 16 ده هون اشوفهم هيدوني كام على 4. اهو اديك 4، هتديني ايه؟ 4 4 16 على 4 تديك 4، يبقى كده مظبوط اهي. يبقى احط علامة ايه بقى؟ انتوا اللي قلتم يساوي، حط له ايه؟ يساوي. طيب هنا 3 ما ينفعش تقارن بين عددين زي ما قلنا 50 مرة، صارت دي كام؟ 30. وهنا 3، مين الأكبر؟ الأكبر، الأكبر مين؟ الأكبر، أستنى بمسح دي كده، الأكبر 30، الأكبر الإيه؟ 30، لأن 30 أكبر من 3 من 100. طب هنا 1 من 10 وهنا 1 من 10، يبقى يساوي دي 1 ودي 1. استعمل خط الترتيب. أول حاجة بقى نمسح دول خلصناهم. شوية وتشوفوا كل فين. هنا من الأكبر إلى الأصغر ونص، 10 ونص، يعني 5 من 10. أعملها كده 10 و5 من 10، والتاني 10 و9 من 10، ودي 10 و36 من 100، يبقى كده أهو 10 وفاصلة، وأعمل له 36 من 100، 36 تبقى بالخط احسن. طيب دلوقتي عندي هنا 5، ما تنفعش، ما ينفعش اقارن بين عدد وعددين، لازم احط هنا 0 بعد 50، ودي 9 هتبقى 90، انا عندي 36 من 100، وهنا 75. كده الارقام بقت واضحه. مين اكبر واحد؟ 10 و75، واللي بعد منه لا، في 10 و90 اهو، 10 و90 الاول اهو ده اهو، بعدين 10 و75، وبعدين 10 و50، وبعدين 10 و36. بس نفس اللي عملناه في المثال الأول نعمله في المثال الثاني. هنا كام؟ 67، يعني تبقى كده 65 من 100. امسح دي الأول عشان يبقى اهي، حط الفاصلة كده، روح اكتبها بقى كده 65 من 100، اللي بعدها 10 دي عاوز اخليها 100، اضربها في 10، يبقى اذا برضو هضرب الثانية في ايه؟ في 10، يبقى اضرب الاربعة في ايه؟ في 10، يبقى 54 من 100. واعمل له هنا 50 من 100، 5 من 10 يعني 50 من 100، 5 من 10 يعني 50 من 100، ليه اخلي 10 100؟ ضربتها في 10، اضرب الخمسة في 10. كده بقت الأمور اتضحت أمامي. مين أكبر واحد؟ 75 رقم واحد أهو. طب اللي بعده عندي 50 و67 وعندي 71 رقم اتنين أهو. طب رقم تلاتة أهو، ورقم أربعة أهو. كده ترتيب بعد ما عملناهم كلهم بالكسر الايه؟ العشر. امسح دول، خلي لكم بس دقيقة واحدة كمان عشان اللي ما شافهمش. خلاص؟
يلا نمسح بقى، نشوف اللي تحت. بيقول لي 5 من 10، هنا عندي 100 اهي، يعني اذا لازم اخلي العشرة دي 100، يعني 5 من 10 يعني 50 من 100. حط هنا الصفر واكتب له هنا ايه، 50 من 100، 5 من 10 خلاها 100 بقى عشان يبقى كله 100. 3 ارباع يعني 75 من 100، 75، واحط له العلامة عشان ما ننساش، يبقى 75 من 100، ودي 25 من 100، حط العلامة كده وأقول له 25 من 100، يبقى لازم كله يتحول من 100 طالما في عندي جزء من 100، والتانية دي 8، 1 على 1 يعني 100 من 100، 1 على 1 يعني كام؟ يعني 100 من إيه؟ من 100، 100 من 100 يعني كده، يعني هي 1 على 1 يعني 100، تمام؟ 100 من 100. طيب مين أكبر واحد بقى؟ عرفته طبعا، الواحد أكبر واحد، لأن الواحد عدد صحيح، الباقي ده كله جزء من واحد، واحد يعني 100، يعني الباقي كله جزء منه. طيب بعد كده رقم 2 اللي هي 75، رقم 3 50، رقم 4 25. عرفت يعني ايه واحد؟ يعني واحد صحيح، يعني انت معاك مثلا 100 ريال، وفي بقى 25 من 100 يعني 25 ريال، 75 يعني 75 ريال من 100، 50 من 100 يعني 50 ريال من 100، لكن واحد صحيح يعني ورقة ب 100، ورقة صحيحة ب 100، تمام كده فهمتوني؟ نروح للي بعده. بيقول لي ايه هنا؟ 4 على 5، في عندي هنا 25 من 100 اهي، فاهمين؟ يعني اذا لازم اخلي الخمسة دي تبقى 100، اضربها في كام؟ اضربها في 20، يبقى تضرب الاربعة في 20 يعني 80 من 100، تضرب الاربعة في 20 تبقى 80%. واحد يقول لي انا اضرب الاربعة في 20 ازاي؟ اقول له 4 في 0 بـ0، واربعة في 2 بـ8، بس مش لازم يعني تضرب في 20 مرة واحدة، اضرب 4 في 0 بـ0 واربعة في 2 بـ8، لان انا لازم اخلي الخمسة تبقى 100 طالما عندي 25%. طب اللي عندي 3 ارباع، كلنا عرفنا بقى طبعا ان التلات ارباع بيساوي 75%، حط العلامة كده اهو، واعمل بقى 75% هنا، واعمل الاتنين الصحيحة وراه. طبعا الاتنين الصحيحة اكبر من الخمسة وسبعين، لان قلت لك الاتنين دول يعني 200، يعني كأن معاك ورقتين ب 100، اتنين صحاح، وخمسة وسبعين من 100 دول يعني ريالات فرق، وعندي التاني 77. يلا بقى نروح نقارن نشوف مين الاكبر. هنا اول حاجه اللي عندي دي 80 من 100 بس، على الشمال صفر، ما فيش حاجه، دي اصغر حاجه، دي اصغر حاجه هتبقى رقم 4. طيب في عندي 2 و77، وفي عندي 2 و75 و2 و25، طبعا ال 77 اكبر، 75 2، وبعدين ال 3 25، يبقى كده 1 2 3 4 بالعكس، كده رتبناهم. عرفتوا يعني ايه من 100؟ يعني جزء من 100، يعني كانك معاك 100 ريال وفكيت، لكن الواحد من 100 يعني 100 كامله، صحيح 1 على 1 يعني 100 كامله. دايما العدد اللي على الشمال اكبر، اللي قدام العلامه من هو اصغر. تبخلوش عليا باللايك يا ابطال. حدد النقطة التي تمثل كل من الكسر والكسور العشرية الأتية على خط الايه؟ الأعداد. هنا 8. طيب هنا بيقول لي كام؟ 8 و2 من 10، 8 2 4 6 8، يعني هنا 8 و2 من 10 هتبقى ألف، دي هتبقى ايه؟ ألف. طيب 8 و4
على خمسة لو عدينا دي، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هتبقى باء، كأن احنا بنحسب اثنين، لأن أربعة من خمسة يعني اثنين من عشرة. أربعة من خمسة يعني هنخليها كام؟ لو احنا خليناها هتبقى تمانية من ايه؟ تمانية من عشرة. تبقى دي تمانية من عشرة، تمانية من عشرة هتبقى جيم، تبقى جيم دي جيم، لأن هتبقى تمانية من عشرة، أخلي دي أضرب دي في اتنين، تمانية من عشرة هتبقى دي، اتنين من عشرة بعدين أربعة من عشرة، ستة من عشرة، تمانية من عشرة. طيب نروح للي بعده، عندي تسعة وستة وعندي تسعة وربع. تسعة والربع دي يعني أخليها من 25 من 100، كأنك عملتها 25 من 100. فين التسعة وخمسة وعشرين من مية اللي هي هتبقى ده دال، تبقى ايه دال. وستة من عشرة اللي هي هتبقى 25 بعدين 50، ستة من عشرة هتبقى يعني تبقى 60 من 100 اللي هي تبقى واو، تبقى واو. خلاص يبقى انا عندي وعاملها هنا مرة جابها بالعشرة ومرة جابها بالمية ومرة عشان يلخبط الناس، لكن احنا ممكن نحولهم كلهم الى ايه؟ الى 100. يبقى انا عندي كده جيم جيم واو الف جيم دال. يقول يوضح الشكل الجدول الآتي كميات الأمطار اللي هتطلع على مدينة في منطقة عسير خلال 3 شهور، رتب كميات الأمطار من الأكبر إلى الأصغر. أول حاجة طالما عمل لي هنا 25 لازم أخلي الخمسة دي تبقى 100، هضربها في 10، 5 في 10 هضربها في 20 عشان تبقى 100، يعني دي هتبقى ضربتها في 20 هضرب الثلاثة برضو في 20 تبقى 60، يعني ده اهي واحد وهتبقى 60 من 100، يعني ضربنا في 20، 3 في 0 ب 0 و3 في 2 ب 6، دي 25. برضو هضرب دي، هضرب دي في ايه؟ في 20، وهضرب الثلاثة دي برضو في ايه؟ في 20، هيبقى 62. كده هتبقى باينة أول حاجة اللي تحت خالص ده رقم واحد، اللي بعده اتنين، واللي بعده تلاتة. ليه؟ لأن هنا اتنين، اتنين ودي اتنين وده واحد، خلاص يبقى واحد اتنين تلاتة، وتعملها له كده عشان يعرف ان انت فاهم. مية اتنين وسبعين، نروح اكتشف حدد العدد المختلف فيما يلي. حلو قوي، هنا نجمع الاول، دي تلاتة صحيحة وخمسة من عشرة، تمام، تلاتة صحيحة وخمسة من ايه؟ من عشرة. اعمل له كده بقى خمسة وهعمل له العلامة العشرية، عايز التلاتة زائد يعني تلاتة صحيحة والخمسة من عشرة، تمام. اللي بعده تلاتة ونص، برضو هي تلاتة وخمسة من عشرة، لأن النص بخمسة من عشرة، نقول له كده تلاتة ونص الشيء يعني خمسة من عشرة أو 50 من 100. هنا التلاتة وكام؟ وخمسة من مية، خمسة من إيه؟ من مية. يبقى مين اللي مختلف؟ أو خلي بالك كده، هنا دي خمسة من مية ودي خمسة من عشرة، هحط هنا صفر وهنا صفر عشان اقارن بينهم وبين بعض، بقى مين اللي مختلف؟ ده، لان هنا رقمين لازم اخلي التانيين رقمين قدام العلامه. يبقى عرفنا كده مين المختلف، دي 5 من 100 ودول 50 من 100. طبعا 5 من 10 يعني 50 من 100 يعني 500 من 1000. اكتب كسرا عشريا يكافئ الكسر الاعتيادي. قلنا دايما يا ابطال ان الربع يعني 25 والنص 50. أي المجموعات التالية مرتبة من الأصغر إلى الأكبر؟ أول حاجة لازم أحط هنا أهو
صفر، تمام؟ عشان تساوي معايا لازم احط هنا صفر، لازم احط هنا صفر، لازم احط هنا صفر. مين بقى اللي مستويه من الصغير؟ ايه دي 3%، دي 30%، ودي 12. لا ما تنفعش دي، اخد اللي بعدي 30 و3، لا 12 بعدين 30 وبعدين، طبعا لا هو عاوز نرتب من الصغير للايه للكبير. 3%، 30 هي جيم، 3% وبعدين 30 وبعدين 12 وبعدين 72. طبعا 3% صغيرة، 30% اكبر، بعدين 5 و12 وبعدين 5 و72، دي 4 ودي 5، عشان كده هي دي اللي مرتبة ترتيب صحيح. يبقى لازم احط الصفر علشان افهم، لو ما حطيتش الصفر مش هتفهم. لازم تخلي كل قدام العلامة رقمين وراها عادي. هنا بيقول لي اكتب كل مما يلي في صورة كسر عشري. كسر عشري يعني كده 4 من 10، 35 من 100، دي لازم اخليها 10، يعني اذا اضربها في 2 واضرب برضو اللي فوق في 2 تطلع 8 من 10. بدأ أحمد التدريب الرياضي الساعة 3 مساء واستمر لمدة 135 دقيقة، في أي ساعة انتهى أحمد؟ حلو أوي، 135 دقيقة يعني ساعة وكام؟ الساعة ساعتين، قصدي الساعتين فيهم 120 وعندك 15 دقيقة، يعني ساعتين و15 ونجمع. يلا نجمع 5 و5 10، صفر معايا الواحد، حط الواحد فوق الاثنين يبقوا كام؟ 3، 3 وواحدة 4. حط لها ايه؟ النقطتين بتوع الفواصل ما بين الساعات والدقايق، وعندي هنا 2 و3 كام؟ 5. يبقى ينتهي الساعة كام؟ 45، واقول له ايه؟ مساءً. أما امسحها واعملها لكم باللغة العربية أحسن، غير ملاحة المفاتيح في ثانية لأن يطلع الخط جميل كده ورايق أهي. مساء، طبعا مساء ما نحطش ألف في التنوين الفتح لأن ما ينفعش الهمزة تكون بين ألفين. خلاص كده يبقى 135 دقيقة يعني ساعتين و15 دقيقة، لأن الساعة ب 60 و60 120 و15، جمعت الثلاث على الاثنين طلعت 5، و25 على 15 طلعت 40. طيب نروح للي بعده كده، نمسح دول بقى عشان نكمل ونشوف امامنا زين. ما تبخلوش عليا بدعائكم واللايك الجميل والاشتراك في القناة. المرة دي هنرتب من الاكبر الى الاصغر. حلو، عندي هنا 1 و5، 1 و8، 1 و2، 2 اكبر حاجة الاثنين. دايما ابص على الشمال اول، دايما نبص على ايه؟ على الشمال الاول. اقول له هنا ده اكبر حاجه الاثنين، فعندي 1 و2 و1 و8، لا 1 و8 اكبر يبقى هو رقم 2، وبعدين 1 و5 اكبر، وبعدين 1 و2 يبقى ترتبت كده. طيب عندي 3 وعندي 2 وعندي 3 وعندي 2، مين اكبر حاجه الثلاثه؟ هنا في 23، يبقى لازم احط قدام الباقي صفار عشان يبقى كل الارقام متساويه. لو ما حطيتش صفار هتقع في خطأ كبير، طالما في 23 و32 لازم اخلي التانيين زيهم. بقى الوقت عندي 23 32 3 و23 و3 و2 و32. اول حاجه رقم واحد اللي هي الثلاثه و23، وبعدين ال 23، فعندي بقى اتنين تانيين صغيرين، 32 و32، 32 اكبر، وبعدين 32 رقم 4.
هنا قلنا في شيء لازم نعمله، عندي 88 قلت شطار، لازم نحط الصفر عشان يبقوا رقمين رقمين رقمين، ما ينفعش اقارن قدام العلامة قدام مع رقم ورقمين. 87 بعدين في 8 في 7 في 8، اكتر حاجة 8 على الشمال يبقى هي رقم واحد، وبعدين 8 التانية، وبعدين عندي هنا بقى 87 دي رقم 3، و87 دي رقم 4. لازم احط صفار، منساش، اوعى تنسى تحط الصفر، لان لو ما عملتش الصفر كل حاجه هتطلع خطا، ودايما العدد اللي على اليسار هو الاكبر، يعني 8 اكبر من السبعه. ما بصش للي على اليمين، بص على اليسار قبل اللي ورا العلامه وتاخد بالك منه، يبقى هو الصحيح. يلا نروح نكمل. اكتب الكسر الاعتيادي والكسر العشري اللذان يعبران عن عندي ادي 10 20 30 40 1 2 3 4 5 6 7، يبقى 47، 47 على 100. طيب على ايه؟ على 100 اسمه كسر اعتيادي. وبعدين ارجع اقول له هنا 47 خلاها كده اهو من 100. يعني ايه من 100؟ يعني اعمل له العلامه دي. طيب اللي بعده ده 10 20 30 40 50 و5، يبقى 55، 55 على 100. ده كسر الاعتيادي. وبعدين اقول له تاني 55 من 100، لازم نجيب الايه ال ايه ده. بعدين ده 10 11 12 13 14 15 16 17 من 100، وارجع اقول له 17 من 100. يبقى انت كده كتبتهم له كسر اعتيادي وكسر عشري. كده خلصنا. ما تنسونيش من اللايك والدعاء والاشتراك في القناة. اتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.